كما قلت لكم هكذا لقد دوز هذا ليله هنا وديزنا هذا ليله هنا فنحو نركبوا هذوك الجلود تاعها. وكما قلت لكم لازم نديروا لها الكريك هذا الكريك هذا هكذا باش يشد لنا بان هبطه بعد ما نحينا نحوها هذا هكذا. ها هو راه تنحتنا البالون هذا هذه الجلدة اللي هنا تنحانا هذه هكذا عادي هذه تتجبد نطلعوا الكريك برك لهنا تتجبد نقدر نحوها عادي تتنحانا عادي هاي وراك راح نقطع شتي راه مقطعة هذيك اللي من هي دوكا احنا نهبطوا الكريك كيما هبطنا هكذا الكريك وبعد واش نقدر اي طرنيفيس هكذا ولا حاجة ونهبطو هكذا كيما راكم تشوفو هذي وراه نصلت شكرا لنا هذي هكذا نجيبو وحدة هذي هذي بها نركبوها دوكا نركبوها هنا دوكا هكذا راني وحدي هذه الطريقة كيفاه نركبو بها الجلود هذي هيا دوكا شوية هكا نعاود نديرلكم فيديو واحد اخر كيفاه نركبو هذا الجلود هذو لاريا تاع ليلام لاريا هذا الجلود تاع ليلام الاولين وهذوك تاع لاريا هذه هي الطريقة كيفاه نركبوه هيا دمتم في رعاية الله وحفظه بارك الله فيكم على المشاهدة واي معلومات تحتاجوها اكتبوا لنا تعليقات بربي ان شاء الله نقدر نوفرها لكم هيا دمتم في رعاية الله وحفظه.